انا واحد الفكاهي اللي عزيز عليه كرة القدم وكيلعب كرة القدم بامتياز مع المغرب الفاسي، ولكن في الظل ومن المدرسة ديال الطيب العلج الله يرحمه، وباقي محافظ على الأصالة والأصول ديال الجيل ديال السي عبد الله وما يليه، ولكن أبى إلا أن يحضر ليس كرياضي ككروي ولكن كمبدع وكفنان. أي تبليك واحد القصيدة صغيرة ومغربية جميلة، وغيقدمنا واحد اللوحة فكاهية تكون إن شاء الله تنال رضاك. الفنان اسمه محمد عزام وملقب ببهلول، معنا هذه اللحظة هذه في تكريم السي عبد الله ملقا. سي بهلول تفضل، مرحبا بك. مساء الخير. أو قبيلات وما فين هي العود؟ فين الدربوكه؟ قلت لهم ما كاين لا عود لا دربوكه. دابا انا جاي نضرب الطر اليوم. انا راه جيت صراحه، جيت سعيد بزاف، جيت لان المغرب صراحه عجبني فيه كل شيء. واحد القضيه انتم غادي تشاطروني الراي فيها هي ديال جيت ما عجبنيش الحال. دخلت عليكم بالله، واش كتصوروا التلميذ يضرب الاستاذ ديالو؟ ما عمركم تصوروها؟ سي عبد الله ملقا، عمرك تصور انت لاعب يضرب مدرب؟ استحيل. ومستحيل. المايسترو هنا عمر شي 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 دراب كيضرب مايسترو يقدر يدير هذه القضيه هذه بحال والو. ممثل يضرب مخرج، انا درت واحد ما الله يسمح ليا، ما يمكنش. ثقوا بيا، اليوم انا جاي عند دوك التلاميذ اللي كيضربوا الاساتذه ديالهم. بغيت نقول لهم بانني خديت المهنه ديال القايجي. القايجي هو ذاك الجوايقي اللي تيعرف يغني ويمثل ويدير كل شيء. خديت هذه المهنه دي منين؟ من المدرسه. ابار القرايه ديالي انا خديت مهنه ديال القايجي من المدرسه. لجنه التحكيم كانت هما الاساتذه. وي متنا حداهم وغنينا حداهم. ونزيد واحد القضيه سي عتيق، انا بوكمخ. ما تعرفوش شنو بوكمخ؟ غيعرفوا الناس اللي كبار. بوكمخ هو اللي صوب لك القراءه فين كانوا تيقراو، القرايه القديمه. انا لحنت بوكمخ كامل، بديت داك الشيء من الاول من الابتدائي، لان من الصغر ديالي انا مفطوم على الطر والدربوكه والعود. هاكا كنت نلحن من الصغر. تنشد داك القراءه في القسم كندير وسخيور. انا في الصفي، انا في الخلفي، انا يمناك انا يسراك، انا في صفي. هكا كريم كملك من كتاب كا 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 شتي عتمان مولي سبقتو انا فيك. قديمه قديمه انا درتها لهم درتها كا 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 ايه. وشي حوايج ما كنتش نقدر نلحنهم. داك اشترى احمد حوامه، اشترى احمد اح اح احلى هادشي ما تلحنوش. لا بحال هكا ما تلحنش. نيشان احسن حاجه ملي طلعت الاعدادي، وانتم ما كتعرفوا الاعدادي هو الحلاوه ديال القرايه. جربتوا الاعدادي؟ انت ما عمرك جربتي حتى حاجه انت باين فيها. كيدير لي عارف والو، مقبلات وابه ولي مسحي الماكياج بعدا على الميكا، مقبلات وابه نصور باقي. في الاعدادي انا جربت الاعدادي، احسن الحلاوه ديال الاعدادي والحب الاعدادي. صورة طلعت الاعدادي ومن تما كتبان الموهبه ديالي في التلقى. جيت في الغناء، انا سمعت بلي الاستاذ اللغه العربيه هو اللي مكلف بالانشطه المدرسيه. شنو درت؟ خصني نسمعوا الصوص ديالي باش يعزني. جيت للاستراحه وبقيت تندير الصرف والتحويل املاء مماليهم. عرفتي شافني هو سمع لي واو واو واو، قال لي ولدي تبارك الله عليك ما شاء الله على الصوص. مرحبا استاذ بركه، شنو سميتك ولدي؟ قلت له محمد عزام. شنو سابع انت؟ قلت له الاولى جيد. عندك كان تقول الاولى جيد عمر ربع سبعه عرفتو عقلت عليها الاولى. قال لي مزيان، انت غتكون عندي، انت غتشارك معايا في الانشطه. فرحت انا ما نكذبش عليك. قلت له داك الشيء ديال الفروض. قال لي عندي كل شيء عندي انا ما تخافش عندي. قلت له داك القضيه ديال اني نجي معطل ماشي مشكل عندي. شوف التعامل الاستاذ مع التلميذ ديالو. عمر تفكر، عمر فكر يضربه او يضربني او لا حتى حاجه، كانت محبه متبادله. غير سمع داك عندي وانا نبدا صرف التحويل والاملاء مالي همتين، الانشاء والاعراب المبتدا والخبر. ويدير لي حتى الاستاذ غنى معايا، دار لي تقدر تلحن ليا شي جمله فعليه. بالزربه كان عندي الالحان انا. درت له أكذا محمد الخبز نيشان، أكذا في الماضي ناقص تلالالالا محمد فاعل مرفوع بالضمة، يا والخبزة مفعول به منصوب مفعول به. هكا قلت القايشي رحنا هكاك استاذ غادي استاذ، والله ما نكذب عليك، استاذ غادي استاذ جاي. تما جاي عندي استاذ الفرنسيه قالت لي نو مو دي با نو مو دي با سي توا محمد عزام. قلت لها وي مدام.
قالت لي جي اونتوندي كو تو بو كومبوزي لي لوسون. قلت لها بيان سور مدام الله يودي فوزي دي كول ريجيون. قالت لي مراكش. قلت لها داك الساعات كانت عندنا تيغي لو موتون تيغي. قولوا معايا ولكن بالمراكشيه تيري لو موتون تيري لو موتون لو موتون تيري بار موسى موسى تيري بار عيسى وتيراوا اواكي بس شي هذيك ديال باكو ديال مراكش ديال عاتي غاوة هي سرقها مني. واتي روا دابا بغيتكم تسمعوا واعوا بلي السي عبد الله مالاكا راه هو الارواعو اول مدرب مغربي دولي يا سيادي برز خارج الوطن ورفع رايت بلادي ماركا بيت من كورنر خلى الجمهور تيطير اتالقوا بالرزق ودوراته وما لقى اسم شهرته. الحسن الثاني الله يرحمه كانت عنده علاقة قال لهم عيطوا لي لعبد الله ديال ما لقى وهكذا اسمه بدا يلعلع وبأفكاره بدا يبدع. هو مو الفكرة جمع ماشي غير الفلوس والألقاب أجمع ألف لعاب ونخبة الجيل الذهبي في الثمانينات يا حبيبي على يدو وصلوا عباقرة والمكسيك 86 عليها شلاه هضره. عبد الله ما لقى يا سامعين من الأول بان مرضي الوالدين النهار شافوه الصبليون عطاو فيه شحال من مليون قال لهم خلصوني هنا في بلادي باغي نشري البادار يا سيادي. هاد السيد هذا فعلا عطاوه البركة وفي الحركة كانت بركة. مسؤول على الفئة الصغرى وعلى الفريق الأول في الاستشارة يستاهل 100 مسار وينور له الطريق والشكر للدوزام والسعاتيق اللي تفكروا واحد من وزارته حتى اسبانيا غير بتصويرته. طبعا الاسم والشهرة وعبد الله مالاكا خبرة نهار عيطوا له يخدم البلاد ما ترددش ودخل يا الاولاد عطى الشيء الكثير وشكر لكل من كيحب الخير وتفكر الناس وكبر بها على اساس. وشعارنا بالمهل ما تنصرعوا واسمعوا وعوا بهلول بالمعاني وبديعوا. شكرا سي بهلول. سي محمد عزام الله يعطيك الصحه. شكرا بارك الله فيك.